للعديد أمنها واستقرارها، فاستعانت بالمغرب. هو واقف مع البلدان، يعني يرسل جنود ويرسل طاقات هامة. وكانت كبرى صحف الجزائرية الخبر الجزائرية قد نشرت من قبل أن لديها معلومات تفيد باستخدام السلطات الإماراتية عناصر من جهاز الأمن الإسرائيلي الشباك لتوظيفهم لدى جهاز الأمن الإماراتي. نفس الصحيفة ذكرت قبل أسابيع أن الإمارات قد انتقلت إلى السرعة القصوى في جعل الجزائر هدفا لمؤامراتها الدنيئة، كما قالت الخبر. أنا أنقل هنا ما تقوله الخبر. إذن مؤامرات دنيئة في محاولة للعب بأمنها واستقرارها، فاستعانت بالمغرب الذي عرض عليها وضع تحت تصرفها إرهابيين مغاربة حاربوا في صفوف تنظيم داعش. هذا كلام جريدة الخبر. إذن بالتزامن مع ذلك نشرت أيضا صحيفة الشروق آنذاك معلومات تفيد لديها بوجود تحركات مشبوهة لملحق الدفاع بسفارة الإمارات في الجزائر. صحيفة لوسوار الدلجيري أيضا كتبت سلسلة من المقالات تهاجم فيها دولة الإمارات، وكان أشهر هذه المقالات مقال في الصفحة الأولى يتحدث عن ضلوع الإمارات في انقلاب النيجر. هذا مشهد، لكن في المشهد الآخر نلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة تحافظ على استمرار وتطوير أنشطتها الاقتصادية والتجارية في الجزائر. على سبيل المثال تسيطر الإمارات على موانئ عن طريق موانئ دبي على مينائي العاصمة الجزائر ومنطقة جنجن بولاية جيجل شرق الجزائر، كما تستحوذ على مركب تجميع المركبات العسكرية لعلامة مرسيدس الألمانية، وعلى شركة مدار الكبرى للتبغ التي تستحوذ هي الأخرى على واحد من أشهر الفرق الرياضية في الجزائر، والحديث عن فريق شباب بلوزداد بالعاصمة. هذا قلت على سبيل المثال للحصر. ما الذي يحدث؟ نحن ننقل هذه الأمثلة من الصحف الجزائرية، ونؤكد على أنها صحف الخاصة وليست صحف الرسمية. ما الذي يحدث؟ ما خلفية وجود هذه المقالات؟ لماذا الهجوم على الإمارات؟ وما دلالات هذا الهجوم إذا تحدثنا عن العلاقات الدولية وعلاقة الجزائر بالجيران بدول الخليج وأيضا بالشركاء الدوليين؟ ما هي المحددات التي توجه السياسة الخارجية الجزائرية، والمحددات التي توجه أيضا الدبلوماسية الجزائرية، والخيارات أو الاختيارات الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والتجاري مع الشركاء في العالم؟ الجزائري الرسمية اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي سموها أكثر من الغزل، يعني وحديثه عن شراكات جزائرية وعن رجل نستطيع أن نمشي معه إلى المستقبل. سأعود إليك في بعض المحاور الأستاذ حميد للو، ما رأيك في هذا الحديث أنه هناك وضع جزائري الآن وهناك وضع القوة الإقليمية والجزائر هي التي تغير من المعادلات، وبالتالي فهي تزعج بعض الأطراف من بينها الإمارات؟ وعليكم السلام، شكرا على الاستضافة. تزعج، هما يقولون هذا الكلام من سنوات. لو كان تزعج لتغيرت سياسات الدول الأخرى. ما فيما يعني فيما يخص العلاقات الإماراتية والمغرب، كما قال الزميل من الجزائر، الإمارات والسعودية يلعبان دور كبير مهم في الاقتصاد العالمي، خاصة في مجال المال. ومن ثم الإمارات خاصة بدأت في السنوات القليلة تهتم أكثر وأكثر بالقارة الإفريقية، فهي من جهة أخرى تتعامل مع الجزائر كشريك ثنائي في مجالات
يعني معينة تجارية، خاصة كما ذكرت من الموانئ وبعض المشاريع الأخرى من ربما في البنك وفي الطاقة، إلا أنه نظرا لتشابه في المنهاج السياسي بين الإمارات والمغرب، كلاهما مملكتان، ولو أن الإمارات هي كمملكة، كان على الإمارات أن تختار بوابة لإفريقيا. فالخيار الإماراتي جاء على المغرب لأسباب كثيرة، من جلها أنه التشابه السياسي، التقارب السياسي، التعاون الثنائي، التعاون أيضا فيما يخص الأمن. لا ننسى أنه كل ما تدخل منطقة الخليج يدخل في أي أزمة أمنية أو عسكرية، المغرب هو واقف مع هذه البلدان، يعني يرسل جنود ويرسل طاقات هامة من الجيش المغربي الذي يساند هذه الأنظمة يعني عملياتيا. فلهذا زيادة عن ذلك، أنتم ذكرتم قضية أبراهامز أكورد اللي هي اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، أين الإمارات والمغرب وقعت اتفاقية على أساس أنه فيه تبادل تجاري واقتصادي وعلمي وسياسي وعسكري مع الكيان الصهيوني، فهذا يدخل في نفس الإطار. إذا أن الإمارات تلعب، هو في نتكلم على ريال بوليتكس، في العلاقات الدولية لازم تكون فيه براغماتية. البراغماتية الإماراتية هو أنه لما تكون فيه فائدة هي تدخل فيها، عندها فائدة مع الجزائر مثلا، ذكرتم الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، ولو نعم خفيف مثلا في قضية مرسيدس وبعض الأسلحة، هو يدخل في حصري السوق الحصري. فبأنه الطاقة المالية للإمارات ضخمة باستطاعتها أن تحصل على حصريات، يعني اكسكلوزيفيتي. كان الوضع، يعني ملاحظة فقط، يعني الوضع قبل ال 21 2021 كان مختلف. يعني بلغت كان هناك إحصائيات 2018 كان هناك 10 مليار دولار استثمارات إماراتية في الجزائر، يعني كان هناك صندوق. يعني ما الذي حدث؟ يعني ما نتحدث عن البراغماتية من جهة الإماراتية، أين البراغماتية من الطرف الجزائري؟ وللأسف البراغماتية هو أنه في من طرف الجزائر ربما تتغير. مثلا الأخ يقول أنه الجزائر عندها مواقف، المواقف هي كله حبر على ورق، ما فيش يعني مواقف بالكلام. والنتيجه انه السياسه الجزائريه والدبلوماسيه بتاعها ما عندهاش نتيجه، نتيجه ضعيفه جدا جدا. لماذا؟ لانه انا ارجع الى هذا نقطه البراغماتيه، لازم ما تكونش الا قضيه السياسه ولا المواقف بالكلام، لازم تكون عندك ايضا، تكون عندك الطاقة الأمنية، الطاقة الفعلية، الطاقة الاقتصادية والمالية، باش يعني تضغط و يعني تحسم مواقفك السياسية. إلا أنه الجزائر ما عملتش هذا، وما عرفتش من 60 سنة ما تغيرتش السياسة الجزائرية، فيها خلاط بين السياسة والاقتصاد. مثلاً الاقتصاد، ما عندناش اقتصاد حر. إذا ما عندكش اقتصاد حر في الجزائر، ما تقدرش، ما تقلعش البلاد، ما تقلعش، مستحيل مستحيل مستحيل. كل الشركات الضخمة في الجزائر هي شركات حكومية، وبالتالي هي شركات التي تصنع يعني مناصب عمل خيالية، سي دو غونفلاج ايكونوميك، ما فيش يعني. فلهذا العملاء الاقتصاديين الأجانب مثلا كما الإمارات عندهم ربما رؤية اقتصادية، أنهم كما قلت يتوسعوا اقتصاديا عالميا، فشافوا في أنه فائدتهم هي مع المغرب. إلا كما قلت أنهم ما مشاوش 100% في الجهة المغربية، لكن هذا هو الريال بوليتيك، أنك تكون تحت جناح، وأيضا من في نفس الوقت تبني يعني شراكة
مثلا من قبل يومين الإمارات والمغرب، أنا لست هنا حتى يعني أناشد ما يفعله المغرب والإمارات، لأنه أنا عندي هذا يعني حكومات مستبدة، إلا كان عندهم 12 مذكرة تفاهم بين البلدين، وهذا شيء مهم. ونعرف أنه الإمارات كما تعرفون عندها قدرات مالية ضخمة التي ممكن أن تستفيد منها، هو حديث يعني إذا ليس بدون مقابل.